16 سنة وهم يحلمون ويرسمون لمستقبلهم، شباب التمسوا خيرات البلاد النفطية في تحديد مصيرهم. بلد نفطي خيب آمال أبنائه شهادات معلقة على الجدران لا يصل مداها لمن يجب أن يحتضنها. حشد من خريجي النفط ومن مختلف المحافظات خرجوا بتظاهرات تطالب الوزير الجديد بتحقيق الطموح الذي قتله فساد الحكومة على حد وصفهم. لأن احنا هاي أزمة ومظلومين، كنا مهندسين دخلنا الكلية معدلات 95 فما فوق، يعني حرام نقعد بالبيت، يعني ليش اللي يجون الأجانب وغيرهم يشتغلون بلدنا واحنا قاعدين بالبيت؟ الثروة الحقيقية بالبلد هو مهندس النفط وليس النفط نفسه. هاي رسالة أوجهها لوزير النفط، أقول له من تقعد ويا الوزراء العرب والسفراء العرب شو تقول لهم؟ اكو مهندس، اكو دولة خليجية مستغنية عن مهندسين النفط مالتها، بس العراق مستغني عن هندسة النفط. شو يقول لي والله كل ما نرجع المحافظة لا عندي نفط، لا عندي شيء. فهسه جماعتنا اغلب جماعتنا التجوا يسوون تأييد سكن ويسوون بطاقة سكن. يعني سن تقاعدي 63 سنة الصراحة كبير، لأنه ليمتى حق الشباب أنه يعطون حقهم؟ يعني أنا صار عمري 22 سنة ما حصل وظيفة، زين كم سنة راح أخدم؟ معاناة تسرد وتكتب بأوراق لمن مر على كرسي المسؤولية مرور الكرام، لا يستجاب لها ولا يرسم توقيع الأمل على أوراق تعيينهم. تظاهرات وصل صوتها لممثل الوزارة قابلهم وبحقيبته بعض من عقاقير التخدير بحسب وصفهم. ابعثوا لنا ممثلا لكم، هذا فقط ما صرح به، لكنهم رفضوا أبرة التخدير هذه التي تميت صوت معاناتهم المتمثلة بالتفضيل في استغلال الخبرات الأجنبية على حساب مكانتهم في موطنهم والقانون المناطقي المعتمد في تعيينهم. بدل ما يجيبون يعني العمالة الأجنبية يعطوهم 10 أضعاف الراتب المهندس العراقي، خلي عينونا احنا يعني أولى ببلدنا. تتبع المناطقية، تتبع المحاصصة، لا اكو مناطقية، اكو مناطقية وانا شاهد على الموضوع، صار لي 6 سنين ما منخرج، ليش ماكو مناطقية؟ اصعد ويانا ممثلين الرابطة الآلية المعتمدة. هو كلاوات ينزل ممثل وقبلها ما ادري منو نزل، ينزل ان شاء الله ودرجات وظيفية وكله كذب بكذب، ماكو هيج حكي، احنا نريد الوزير ينزل ونحكي وياه، نريد يخلينا حل جذري، مو يوميا احنا جايين. وروح وتعال ودرجات وظيفية يضحكون علينا على الخالي بلاش، احنا نريد حل جذري. احنا مطالبين غير حقنا، يعني احنا خص هندسة النفط، يعني ما نقدر نتعين بأي مكان غير لو بالوزارة لو بالحقول لو بالشركات، ما نقدر نتعين بأي مكان. شي مو أول مرة الجنوبية، لا شي مو اللي تقبلنا يابا، شنو أنت سكنت بغداد؟ أعرف احنا يعني ابتلينا على عمرنا من صرنا ببغداد من سكنت بغداد. راح نصعد نشوف الفوق على أساس يوصلنا الوزير، نروح راح نشوف أي مدير راح يستقبلنا، راح يخدرنا، يقولون بعد ماكو مناطقيه تعيينات موجوده، ما هاي يتشلبون بينا، لازم تروح لازم تطلع، ماكو اي حل، ننتظر احنا من سياده الوزير الجديد حل. تظاهروا وناشدوا وعبروا عن معاناتهم بعد ان تخرجوا من قسم النفط الذي يتفاخر العراق به بين الدول. فما هو رد الوزير الجديد عليهم؟ هل ستنطلق احلامهم للسماء مع اصواتهم ويبدا مشواره السياسي الجديد باحتضان أحلامهم، أم ستدفن تحت طاولات السياسة والفساد وستغلق نوافذ طوابير فائلات التعيين بوجوههم؟ من بغداد، ضحى عنبر، الرشيد.